هاي، what's your name؟ جنى. جنى كبرنا، بقينا في جريد 2. شطورة. بس قبل ما نطلع جريد 2 عايزين ناخد حاجات من جريد 1، ممكن؟ المرة اللي فاتت احنا قلنا النمبرز، النهاردة هناخد الكلمة دي. انا نسيت الكلمة دي، تنس. والكلمة دي لما نلقاها يبقى النمبر ده معاه ايه؟ ويبقى كله كام؟ 40. اكسلنت. انا ساعدتك في دي، مش هساعدك في التانية. ها، وات از ذا نمبر؟ 7. 7 ايه؟ 10. ولما نلاقي 10 نقول ايه؟ 0. معاها 0. تيجي نحط فوق ال 10 0؟ ونقول بقى ال 7 10 تبقى كام؟ 70. 70، مش كده؟ يلا نكتب يا ستي. الله الله، واحدة كمان ومش هساعدك فيها. ها، 8 10. جميل، يلا بقى قولي لي انتي. 10 معها 0. يلا، عايز اكتبها بالنمبر. 80. طب يلا بسرعة. رجعنا لكم تاني، بس المرة دي معانا كلمة جديدة. read the number 9 once. دي لو انا عايز اكتبها in digit اكتبها كام؟ 9. طب ليه ما قلناش 90؟ عشان هي معهاش تنس. الله الله، عشان ما معهاش تنس. طب ممكن واحدة كمان تحلها لي؟ طب يلا تاخدي دي. طب قولي لي كده. 7 once. جميل خالص، 7 once. ها، تفتكري نعملها ايه بالديجيت 7؟ طب يلا وريني. طب ليه ما حطلهاش 0 بقت 70؟ عشان هي معهاش تنس. الله الله، طب بصي هنا كده، ايه دي؟ 6 تنس. عايز اعملها ان ديجيت، تفتكر اكتبها كام؟ 60. ليه؟ تنس. الله الله، برافو. هناخد بقى ميكسد، عايزين نعمل سندوتش كوكتيل. هنا اداني ايه؟ تنس. وكمان معاها ايه؟ وانس. عايزين نكتب دول كلهم ان ديجيت، 3 تنس اند 2 وانس. يبقى النمبر ده يبقى كام؟ 32. اكسلنت. يلا طب وريني كده هتكتبيها ازاي؟ شطورة. طب استني، لقيت واحدة كمان أنا مش فاهمها، إيه دي؟ 7 تنس. ومعايا كام؟ 1. يبقى النمبر ان ديجيت نكتبه قد إيه؟ 71. اكسلنت، 71. يلا وريني كده هنعرف. طب يلا واحدة كمان. ها، 40 tens. 4 tens. 4 tens. 8 ones. النمبر ان ديجيت نكتبه كام؟ 48. يلا وريني. اكسلنت. رجعنا لكم تاني. جانا عايزة تفكرني بحاجة جديدة. ايه الساين دي؟ ماينس. ممكن ماينس نلاقيها كلمة اسمها ليفت. اسمها ليفت. طيب هنا بيقول لي 5 56 minus 30. رحنا هنا بقى. يا ترى جانا فاكرة ازاي نعمل الماينس؟ طب هبتدي بمين؟ بالسيكس اللي هي في بيت مين؟ اليونت. وبعدين نروح على مين؟ الفايف اللي هي في بيت مين؟ تنس. طب ولما اجي اشتغل اخد اليونت مع مين؟ مع اليونت. والتنس مع التنس. يلا كده وريني. ها، 6 minus 0 6. اكسلنت. نكتب تحت بيتها على طول.
على مالك. ماينس 3 2. اكسلنت، نكتب 2. ريد ذا نمبر 26. اكسلنت. الكو تاني جانا هتعلمني، بتقول لي تعالى افكرك ده انت بتنسى. بنسى ايه؟ قلت لها انت نسيت ايه الساين دي؟ بلس، يعني هنعمل اد. هنعمل اد. يا ترى ابتدي بالفايف ولا بالثري؟ ثري. طيب الثري دي اللي هي مين؟ الوانس. طب ولما اجي اخد الوانس، اخد الوانس مع مين؟ الفور. اللي هي برضو وانس، يعني الوانس مع الوانس. وبعد كده تنس مع تنس. شطوره. يلا بقى 3 بلس 4 7. اكسلنت، نكتب ال 7. يعني عملنا كاونت افتر 4. اوكي يلا بقى هناخد مين؟ التنس 5 بلس 2 7. اكسلنت 7. Read the number. ايه النمبر بقى الجديد؟ 77. شطورة. اوكي. باي باي.